منهج تالتة إعدادي بقى، يعني لو هنقارنه مثلا بمنهج بريب 2 أحلى بكتير. تمام، هو أول يونت عندي تتكلم كلها عن الموشن والسبيد والفورس كلها فيزيكس، يعني كلها بقى نستخدم الكالكوليتر والحسابات والكلام ده كله. فأول يونت أحلى بكتير من أول يونت في أول تانية إعدادي السنة اللي فاتت، اللي هي كانت البريدكتبل والحاجات دي كلها. لا دي أحلى بكتير. تمام، اول حاجه خالص هنتكلم عنها او ليسن 1، يعني احنا النهارده هنتكلم عن ليسن 1 على طول، مش هناخد اي انترودكشن او مش هنراجع اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت، مش محتاجينه اصلا عشان نبدا اليونت الجديده دي او نبدا ايه تالت عادي. الاول عايزين نعرف يعني ايه كلمه موشن، او ازاي بنقدر نعمل ديسكرايب للموشن اوف ذا اوبجكت. امتى تقولي على الشخص ده او الحاجه دي ان هي بتتحرك؟ يعني امتى اقول ان ده بيتحرك؟ هتقولي ده لو ثابت يبقى ده ثابت، طب لو هو بيعمل كده يبقى هو بيتحرك، صح؟ يعني كده لما بيتحرك عمل ايه؟ عمل تشينج اتس بوزيشن لما جه اتحرك. طب لو ما جه اتحرك وعمل تشينج اتس بوزيشن، اتحرك في وقت معين، صح ولا غلط؟ يبقى انا الموشن معناها ايه؟ ان الاوبجكت او السمثينج يبدأ يعمل تشينج اتس بوزيشن as the time passes. يعني والوقت دلوقتي عمال بيعدي، انا عماله بغير في البوزيشن اوف ماي هيد، فانا كده عماله بعمل ايه؟ موشن. قال لي في نوعين من انواع الموشن. لما باجي اركب القطر او المترو، مش بيبقى عندي نقطه بدايه بيبقى عندي نقطه نهايه، ببدا من محطه وبنتهي عند محطه. قال لي طالما انا عندي starting point وعندي final point او ending point، يبقى انا كده اسم الحركه اللي انا بتحركها ترانزيشنال موشن. اسمها ايه؟ ترانزيشنال. كلمه ترانزيشن ان الموشن دي عندها ستارتنج بوينت اند اندنج بوينت، انا هبدا من مكان وهنتهي عند مكان، فطالما هي نقطه بدايه ونقطه نهايه يبقى انا اسم الحركه بتاعتي ترانزيشنال موشن. طب لو انا كنت ماشيه في تراك، هل التراك ليه نقطه نهايه ونقطه بدايه، ولا نقطه النهايه هي نقطه البدايه؟ يعني لو حد دلوقتي في سبق قول نقطة النهاية هي نقطة النهاية. نقطة النهاية هي نقطة البداية، يبقى أنا بلف في حلقة، صح؟ بلف في سايكل أو بلف في بيريد، فدي بيكون اسمها البيريودك موشن. يبقى لو أنا عندي عربية وبدأت أتحرك من بيتي عشان أروح السوبر ماركت، يبقى أنا كده عملت ترانزيشنال موشن. لكن لو أنا دلوقتي بدأت تراك او بدات ريس وبدات الف في التراك ده وبدات اكرر الحركه بتاعتي دي، يبقى دي اسمها بيريودك موشن. يبقى انا عندي كام نوع من انواع الموشن؟ تو موشنز، ترانزيشنال موشن اند بيريودك موشن. ماما لما بتيجي توديني مشوار، لو انا المشوار ده خلصته وجيت على طول، بتقول لي انت جيت بسرعه ولا جيت ببطء؟ كنت سريع ولا بطيء؟ لو انا خلصت المشوار ده على طول، لو مثلا المشوار ده هي سريع سريع يبقى انا سريع بسرعة. طب لو اتأخرت شوية هتقولي انت مشيت بإيه؟ ببطء، صح؟ يا ماما كده عملت ايه؟ عملت ديسكرايب للموشن بتاعتي بالسبيد، بسرعتي. يعني استخدمت المسافة، او هي كانت عارفة المسافة اللي انا اروح لها كام، وبصت على الوقت لقيتني قعدت ربع ساعة عشان أروح، ولا قعدت ساعة عشان أروح من البيت للسوبر ماركت، ليه؟ ماشي على قشر بيض. فبالتالي أنا كده خدت مسافة صغيرة جدا للسوبر ماركت آخر الشارع، يعني 15 خطوة رايح 15 خطوة جاي، خدتهم في ساعة، ده السلحفة كانت زمان أوصل. يبقى معنى كده إن ماما بدأت تحسب الديستنس اللي أنت هتمشيها، وتبص على الوقت اللي أنت خدته، وعملت ديسكرايب للموشن بتاعتك according to your speed، على حسب السرعة اللي انت مشيت بيها. لو انت المسافة دي قطعتها في وقت قليل، يبقى انت كده مشيت بسرعة. لو انت المسافة دي قطعتها في وقت طويل معناها مسافة صغيرة، يبقى انت كده مشيت ببطء. يبقى عشان اعمل ديسكرايب للموشن of the object، عشان اوصف الموشن بتاعت الاوبجكت، بستخدم ايه؟ السبيد. يبقى السبيد دي او السرعه بتاعتك ماما استخدمتها عشان تعمل ايه؟ عشان توصف الحركه بتاعتك اللي انت مشيت بيها، هل انت اتحركت بسرعه ولا اتحركت ببطء؟
طب ايه العاملين اللي انا استخدمتهم عشان احسب بيهم السرعة بتاعتي؟ استخدمت عامل المسافة الديستنس، والعامل التاني هو الايه؟ هو الوقت التايم. فلما بنيجي نعمل describe او نقول definition of the speed, the distance covered per unit of time او per 1 second، يعني المسافة اللي انا هقطعها في الثانية الواحدة. انت مشيت كام خطوة او كام سنتيمتر او كام متر في الايه؟ في الثانية الواحدة. يبقى لو انا عايز اعمل describe، لو عايز اعمل describe للسبيد هستخدم ايه؟ قصدي describe للموشن، بستخدم السبيد. يبقى to describe الموشن we use the speed. طب وعلشان اعرف السرعة بتاعتك لازم في two factors لازم اكون عارفاهم. ايه هما ال two factors اللي المفروض يكونوا عندي عشان اعرف السبيد بتاعت الاوبجكت؟ ال distance اللي هو بدأ يعمل لها covering، والتايم وال time. yes تمام. يبقى السبيد فيزيكال ولا كيميكال كوانتيتي؟ كمية فيزيائية ولا كيميائية؟ يعني هي غيرت أي حاجة من فيزيكال الأوبجكت؟ فيزيكال. فيزيكال يبقى it is a physical physical quantity. طب هو يعني إيه أصلا كلمة physical quantity؟ عشان الكلمة دي تتكرر معانا كتير السنة دي. physical quantity دي معناها حاجتين، you can see it، مش أنت تقدر لو حد بيجري قدامك تبقى قادر إن أنت شايفه بيجري بسرعة، يبقى أنت قادر تشوف سرعته. You can observe it and you can measure it. يعني ايه measure؟ يعني calculate. يعني ايه calculate؟ تقدر تحسبها. يبقى انا ال speed اقدر اشوفها، we can، ده معنى كلمة physical quantity. We can see it and we can measure it. ماشي؟ طيب ال physical quantity عشان اقدر اعمل لها measuring محتاجة يكون عندي ايه؟ يكون عندي قانون. طب ازاي بقى بنجيب القانون في اي فيزيكال كوانتيتي عندي في المنهج؟ ازاي اجيب القانون بتاعها بشكل سهل خالص؟ من الديفينيشن. هو انا قلت لكم الديفينيشن بتاع السبيد هي عباره عن ايه؟ distance covered in 1 second، صح كده؟ يعني الديستنس اللي انا بقطعها او الديستنس اللي انا بمشيها في الايه؟ في الثانيه الواحده. طب ال distance covered in 1 second، مين الكلمة اللي موجودة الأول؟ distance ولا second اللي هو ال time؟ مين اللي موجود distance الأول؟ ال distance distance. فلما أجي أقول ال measuring unit، أنا هنا بقى هطلع مين؟ هطلع القانون اللي هحسب بيه ال speed. ال measuring law of speed. ال measuring law of speed، ال speed equal اللي موجود في أول ال definition ده بيتحط في الإيه؟ في النومينيتور. يبقى هنا ال distance. طيب ومين اللي موجود في آخر ال definition؟ ال time، صح؟ time فبحطه في الدومينيتور. يبقى ال speed، القانون بتاع ال speed اللي انا هحسب بيه ال speed بيساوي ايه؟ equal distance over ال time. over time ممكن ال speed اختصرها بالليتر v، وال distance نختصرها بالليتر d، وال time نختصره بالليتر ايه؟ letter t. تمام؟ تقدروا تطلعوا لي relations between them، يعني direct relation، علاقة طردية، علاقة عكسية، لما ده بيزيد ده بيقل، لما ده يزيد ده بيزيد. لو سألتكم ال relation between ال speed وال distance direct ولا indirect؟ يعني كل ما المسافة بتزيد كل ما السرعة بتزيد ولا لأ؟ هعمل إيه؟ هبص على الاتنين دول، مش الاتنين في النومينيتور؟ مش دي كده speed over one؟ يعني الاثنين في النومينيتور صح؟ الاثنين فوق، فالاثنين ما بينهم دايركت ريليشن. طب ويعني ايه اصلا دايركت ريليشن؟ لما دي بيحصل لها انكريز دي بيحصل لها انكريز، اند فايس فيرس، لما دي تزيد الثانيه هي كمان ايه؟ بتزيد. طب والسبيد والوقت، كل ما الوقت بيقل يعني كل ما بتاخد وقت قليل عشان تمشي، كده معناه ان انت السرعه بتاعتك بتبقى زياده ولا السرعه قليله؟ كل ما تاخد وقت اقل. زيادة زياده السرعه بتاعتك عاليه. يبقى السبيد والتايم الاثنين ما بينهم اندايركت ريليشن. يعني ايه اندايركت ريليشن؟ او اسمها انفرسلي بروبورشنال، يعني علاقه عكسيه. لما واحد بيحصل له انكريز التاني لازم يحصل له ايه؟ ديكريز. علشان ده موجود في النومينيتور وده موجود فين؟ في الدومينيتور. اندرستاند؟ طيب انا ممكن اسهل على نفسي القانون ده من ان انا اعمله تريانجل
واكتب هنا وئام، ايوه يا وئام، سبيد، وهنا ديستنس. لسه داخلة فما سمعتش حاجة. تمام حاضر، اول ما اخلص ده هعيد اللي انا قلته تاني بسرعه. تمام، يبقى السبيد ايكوال الديستنس اوفر التايم، فهنا الفي وهنا الدي وهنا التي. تمام، طب لو انا عايز احسب التايم هحسب التايم ازاي؟ ها، distance over speed الديستنس اكني مش بحسب شايفه التايم، distance على فحط ايدي speed. هنا على التايم، فالديستنس اوفر الفي اللي هو السبيد. طب احسب الديستنس ازاي؟ ال speed time ال distance ال السبيد time ال تايمز time time السبيد time تايمز الايه التايم ده لو عايز احسب الديستنس. سريعا كده نراجع اللي انا قلته تاني، احنا اتكلمنا الاول خالص عن الموشن، وقلنا ازاي اعرف ان الجسم ده بيتحرك، ازاي اعرف ان هو in a motion، في حركة. هي وقام خرجت اصلا؟ طيب لو انا دلوقتي عايزة اعرف ان الجسم ده بيتحرك وقام، انت دخلتي ولا لأ؟ أيوة يا ميس، دخلت بس أنا ما سمعتش حاجة من اللي فات ما ده. انا هقول اهو، ما انا هقول اللي فات، ان الموشن، ان انا عايزة اوصف دلوقتي الموشن بتاعت الاوبجكت، يعني ايه موشن؟ الحركة بتاعته. ازاي تعرفي ان الجسم ده بيتحرك يا وقام؟ لما يبدأ يغير البوزيشن بتاعه والوقت عمال بيعدي، طول ما هو عمال يغير مكان اللي هو موجود فيه والوقت بيعدي يبقى ده كده بيتحرك. تمام، طيب الموشن في منها تو تايبس، في منها نوعين. لو انت عندك نقطة بداية ونقطة نهاية، يعني هتتحركي من البيت تروحي السوبر ماركت، يبقى النقطة اللي بدأتي منها بيتك والنقطة اللي انتهيتي عندها هي السوبر ماركت. نوع الحركة اللي انت عملتيها كده اسمها ترانزيشنال موشن. طب لو انت بتلفي في التراك، هل لو انت دلوقتي في سباق نقطة البداية ليكي نقطة بداية ونقطة نهاية، ولا نقطة البداية هي نقطة النهاية؟ نقطة البداية نقطة النهاية. يبقى انت كده ما عندكيش نقطة بداية منفصلة عن نقطة النهاية، يبقى دي اسمها periodic motion. اسمها ايه؟ periodic motion. periodic motion. طيب لما ماما تيجي تحب توصف الحركة بتاعتك بتوصفها بسرعتك، مشيتي بسرعة ولا مشيتي بطيء؟ فعلشان اعمل ديسكرايب للموشن، عشان اوصف الحركة بتاعت الجسم اللي قدامي، بوصفها عن طريق سرعته اللي هو السبيد اوف ايه؟ السبيد اوف ذا اوبجكت. فلما بتيجي نوصف السرعة بشوف انتي مشيتي مسافة قد ايه في وقت قد ايه، لان انتي ممكن تمشي مسافة قليلة في وقت كتير قوي، يبقى انتي كده مشيتي ايه؟ بطيء. طب لو مشيتي مسافة كبيرة في وقت قليل يبقى انتي كنتي سريعة. فعشان كده التو فاكتورز اللي انا بحتاجهم عشان اعرف السبيد بتاعت الاوبجكت هي الديستانس والتايم. لما باجي احسب المسافة اللي انتي مشيتيها في وقت قد ايه، يبقى انا كده بحسب سرعتك. فاهمه؟ يعني انت لو قطعتي مسافه كبيره في وقت قليل يبقى انت كده مشيتي ايه، سريعه ولا بطيئه؟ سريع. سريعه. طب لو مشيتي مسافه قليله جدا من البيت للسوبر ماركت خدتي ساعه، يبقى كده سريعه ولا بطيئه؟ بطيء. بطيئه جدا، سلحفاه. يبقى انا السبيد بحتاج يبقى معايا تو فاكتورز عشان اعرفهم، ديستانس اند تايم. فهمتي كده؟ تمام. طب ازاي بقى بنحسبها؟ بنحسبها عن طريق الميجرينج يونت، او الميجرينج قصدي لو، اللي هو ايكوال ديستانس اوفر ايه؟ اوفر تايم. وبنعمل الترينجل ده عشان نقدر نحسب كل حاجه ايه؟ بكل سهوله. تمام؟ بعد كده طيب okay. لازم نعرف حاجه اسمها ميجرينج يونت. هو انا لو قلت زينه انتي 50، 50 ايه بقى؟ انتي مشيتي 50؟ هل انتوا كده فهمتوا زينة مشيت 50 ايه؟ 50 سنتي مثلا، زينة نملة. 50 متر، 50 كيلو متر، مشيت 50 ايه يعني؟ هل ينفع نقول رقم كده في الفيزيكال كوانتيتي من غير ما اقول الميجرينج يونت؟ اللي كان بينسى السنة اللي فاتت الميجرينج يونت كنت لا ما بنفخ. ينفعش. ما ينفعش. ليه؟ لان انا معناه بقول له ايه؟ الشخص ده ماشي بسرعة 100، 100 ايه بقى؟ 100 عفريت يعني ولا 100 ايه؟ لا،
100، بيقطع كل 100 كيلو بيقطعهم في الساعة. يبقى الميجرينج يونت، لو انا ما كتبتش الميجرينج يونت بتاعت كل فيزيكال كوانتيتي يبقى انا كده مش فاهم فيزياء بقى، انا كده خلاص ارجع بقى كي جي 1. اول حاجة عندي الميجرينج يونت بتاعت الديستنس. ايه هي الميجرينج يونت اللي كنا بنستخدمه عشان نعمل كالكيليت اور ميجرينج للديستنس؟ كنا بنستخدم السنتيمتر، بس طبعا احنا مش بنستخدم، سنتيمتر أو مش متر، نملة ماشي، هنحذف متر أو السنتيمتر كيلومتر. يبقى متر او كيلومتر. طيب التايم، انا عندي 3 ميجرينج يونت للتايم، second عندي or second or hour يس second عندي اور minute وعندي hour سكند وعندي minute. minutes. طب هو ال 1 hour فيها كام minute؟ how many minutes؟ 60 60 minutes. 60 minutes. طب وال 1 minute فيها كام ثانية؟ 60 برضه 60 second. طب وال 1 hour فيها كام second؟ how many seconds؟ 120 لا 3600 لا 3600 بص، هو مش ال 1 hour فيها 60 minute؟ teacher ولو انا عايزه اعوض 3600 عن المينت دي صح بالسكندز، عشان لو احط مكانها 60 يبقى 60 باي 60 ايكوال كام؟ 3600 سكندز. تمام. طب لو عايزه الميجرنج يونت اوف ذا سبيد، هي السبيد اصلا ايكوال وات؟ ايكوال ديستنس اوفر التايم. فلما اجي اقول انا عايزه الميجرنج يونت بتاعت السبيد، هقول ان هي بتساوي ايه؟ لا اما distance متر، to the time. يس لا اما متر اوفر السكند صح، او ممكن اقول كيلومتر بير اور، او ممكن اقول كيلومتر بير سكند. هو في ممكن حد يقطع كيلومترات في الثانيه الواحده؟ ثانيه 1 سكند. تعرفوا مين؟ لا الضوء، اللايت. اللايف اللايت هو مش اللايت بيقطع مسافه كبيره جدا بالكيلومترز في الثانية الواحدة، يبقى اللايت، يبقى ده لايك ذا اللايت. طيب هل ممكن حد يقطع كيلومترز ان مينت؟ ممكن القطر، هو مش القطر أو بيمشي البلين مسافات، او البلان الطيارة، يبقى ممكن الترين او البلين. طيب ممكن يمشي حد مترز بير مينت؟ مش انا ممكن اخد مثلا مسافه من هنا للسوبر ماركت مثلا 100 متر، مش ال 100 متر دول ممكن اخدهم في 20 دقيقه مثلا؟ يبقى انا مشيت بالدقائق، يبقى انا ممكن اعمل ميجرنج يونت للسبيد باي حاجه من دول كلهم. بس اكتر اتنين بستخدمهم في الكويستشنز هما الاتنين دول. انا اخد بالي قوي من الكويستشن، هو اكوردنج تو ذا كويستشن. لو الكويستشن طالب مني ان انا اطلع السبيد بالمتر اوفر بير سكند، لازم اطلعها بالمتر بير سكند، حتى لو هو مديني في المعطيات او في اللي هو مديهولي، يعني مديهولي بالكيلومتر وبالاور، فلازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ كونفرجن. ازاي نحول الكيلومتر بير اور لمتر بير سكند او العكس؟ احنا قلنا ال 1 كيلومتر فيها ميني مترز 1000 1000، يبقى ايكوال 1000 متر. طب ال 1 اور فيها هاو ميني سكندز؟ 3600 سكند. سكند مش مينت، سكندز صح. يبقى انا لو عايزه احول حاجه من كيلومتر لمتر بير سكند بضرب في كام؟ في 1000 على 3600. قال لي بس الرقم ده كبير قوي، ما ينفعش نصغره؟ هنعمل 1000 على 3600 على الكالكوليتر، هتطلع لي كام؟ 5 over 18 متر over second. يبقى انا لو عايزه احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بضرب في كام؟ في 5 على 18. 5 over 18 طب لو العكس، لو انا عايزه احول من متر بير سكند بعمل لكيلومتر بير divided اور، divided اعمل divided او اعمل ايه تاني غير الديفيجن؟ اقلب الفراكشن. تبقى يعني 18 over 5 18 يعني اضرب في 18 اوفر 5. ايوه يا وئام، أنا مش فاهمة آخر حتة آخر جزئية دي 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 تمام. اللي حاولنا دلوقتي انا لو عايزه احول من 1 كيلومتر لمترز، هتلاقي ان ال 1 كيلومتر فيها هاو ميني مترز؟ 1000 تمام.
عشان تحولي من الكيلومتر للمتر بتضربي في 1000. طيب لو انا عايزه احول من اور لسكندز، ال 1 اور فيها 3600 ثانيه، فبتضربي في 3600. طب لو انت عايزه تحولي بقى كيلومتر على الاور، بتضربي في كام؟ 1000 على 3600. الرقم ده لو كتبتيه على الكالكليتر هيطلع الرقم ده اللي هو 5 في 18. فمثلا لو جايب لك في الكويستن، لو انت معاكي 100 كيلومتر بير اور وبيقول لك حولها لي المتر بير سكند، بتعملي ايه؟ بتاخدي ال 100 تضربيها في 5 على 18. فهمتي؟ الرقم اللي اوكي هيطلع لك ده هيبقى متر بير سكند. شوفيها كده تطلع لك كام لو انت معاكي الكالكليتر. اسمعيني. هتطلع، انا طلعتها خلاص 27.8 متر بير سكند. فهمتي؟ طب لو العكس، لو انا معايا 27.8 متر بير سكند، عايزه بقى احولها لايه؟ لكيلومتر بير اور. فلما كنا بنحول من صغير لكبير بنقسم مش بنضرب، فهتقسمي على الكام؟ 5 على 18 اللي هو الرقم ده. بس انت بقيت عندك نور. في الماثماتكس ان انت بدل ما تعملي ديفيجن تعملي ايه؟ لو انت عايزه تشيلي الديفيجن وتحطي مكانها ملتبلاي، بتعملي ايه في الفراكشن؟ بتشقلبي سبليتنج الفراكشن، بتشقلبيه، سبليتنج فاهمه؟ بدل ما كان 5 على 18 يكون 18 على 5، بتشقلبيه عشان تحولي من ديفيجن لمالتبليكيشن. الحته دي ماثماتكس شويه، فاهمه؟ فهنا بنروح عاملين ايه؟ 27.8 هنضربها في 18 over 5 اللي هي هتكون equal 100 كيلومتر بير اور. اهم حاجه البوينت دي، عشان كده هكتبها لكم بقى لوحدها. لو انا عندي حاجه بالكيلومتر بير اور عايزه احولها لمتر بير سكند، بضرب في كام؟ 5 over 18. لو انا عندي متر بير سكند عايزه احولها، بضرب في كام؟ 18 over 5. فاهمين كده البوينت دي؟ تمام. تمام. البوينت دي مهمة جدا، لأن في الكويستشنز، إيه؟ هنبدأ اسمه إيه ده؟ هنبدأ نستخدمها كتير جدا. تمام؟ دي كده طيب الكونفرجن هو بتاعت الإيه؟ قول ال 5 over 18 ده هيفضل ثابت؟ يعني مع ثابت أي رقم هو يديهولي أعملها كده ثابت. على طول؟ هو في البوك أصلا جايبهولك تمام. الرقم على طول، في البوك مش قايل لك الرقم ده جه منين. يعني انا فوق قلت لكم الرقم ده جه منين، فاهمين؟ عشان تبقي فاهمه الرقم اصلا جه منين، لكن هو في الكتاب بيقول تمام. لك احفظيه، هو الرقم ده تضربي في الرقم ده، فاهمه؟ بس تمام. طيب البوينت اللي بعد كده، اي فيزيكال كوانتيتي هيكون ليها ميجرينج لو، ميجرينج يونت اند ميجرينج ديفايس او ميجرينج تول. يعني في جهاز هستخدمه عشان احسبها بيها، الميجرينج تول او الميجرينج ديفايس. عارفين العداد اللي موجود في العربيات؟ اللي هو بيقولك انت ماشية بسرعة 60 كيلو في الساعة، 50 كيلو في الساعة، 40 كيلو في الساعة، عارفينه؟ ده اسمه سبيدوميتر. يبقى ايه الميجرينج تول او الميجرينج ديفايس that used to measure the speed of the object? سبيدوميتر. يبقى مين السبيدوميتر ده او السبيدوميتر؟ بس هو الافضل نقوله يعني سبيدومتر. السبيدومتر ده اللي بالعداد او اللي هو عداد السرعه اللي بيبقى موجود في قلب العربيه، ده اللي بيقول لي انا ماشي بسرعه 40، سرعه 20، سرعه 50، اللي هو بيبقى موجود عند بابا ده. فده بلاقيه في الطياره، وبلاقيه في الترين، بلاقيه في اي وسائل المواصلات بقى، بلاقيه في الكار. تمام كده خلصنا خلاص كل حاجه عن السبيد. البوينت اللي بعدها هنبدا في الكايند اوف ذا سبيد. هل في حد عنده أي مشكلة في اللي احنا قلناه اللي فوق ده؟ ولا الدنيا تمام سهلة؟ لا سهل سهل تمام. أكيد؟ أنا لسه أقول لكم أنا اسمي إيه، صح؟ برضه I'm teacher Hog لأن في ناس جديدة. أوكي، ال kinds of the speed. أنا عندي نوعين من أنواع ال speed، هرسم لكم رسمتين وأنتوا تقولوا لي إيه الفرق ما بين ال two pictures دول. تمام؟ دي الكار الجميلة بتاعتنا، طبعا كار آخر موديل مرسيدس اهو كمان. تمام، والكار دي في الأول أول حاجة خالص مشيت مسافة 100 متر 10 ثواني،
وبعدين مشيت 200 متر في 20 ثانية، ومشيت 300 متر في 30 ثانية. تمام، دي كار ايه. كار بي مشيت أول حاجة خالص 100 متر في 10 seconds، تمام، وبعدين مشيت 200 متر في 10 seconds، ومشيت 300 متر، كانت خلاص بقى تعبت، مشيتهم في كام 40 seconds. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ جي كلاس، ايوه دي جي كلاس، دي مرسيدس جي كلاس. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ يعني دي مشيت 100 متر في 10 ثواني، نعمل ايه؟ احسبوا السرعة. يعني هنا السرعة كانت كام؟ السبيد هنا كام؟ distance over time، يبقى 100 over 10 هتبقى equal كام؟ 10 متر تمام. per second، يعني كل 10 متر بتمشي، كل ثانية بتمشي 10 متر. طب هنا 200 over 20 equal كام؟ 10 متر per second. هنا 300 over 30 equal 10 متر per second، صح؟ طيب يبقى هنا السرعة واحدة مع إن المسافة اتغيرت والوقت اتغير، صح؟ يبقى الشخص ده كده ماشي بسرعة إيه؟ منتظمة ولا غير منتظمة؟ منتظم منتظمة، برافو عليك. يبقى أول نوع من السرعات دي اسمه regular speed. ليه regular speed؟ تعالوا نقرا كده الرقم ده، خدوا بالكم ازاي انا بقرا الرقم ده. كل 10 متر بنقطعهم في ثانية، او كل ثانية بقطع 10 متر، او بمشي مسافة 10 متر. تمام؟ يبقى العربية دي covers equal distance at equal periods of time. يبقى هنا regular speed امتى اقول عليها regular speed؟ لما الكار او الاوبجكت يبدا يقطع او يعمل كفرز ايكوال ديستنس، ديستنسز ات ايكوال بيريدز اوف تايم. ليه؟ لان كل 1 سكند، every 1 سكند الكار كفرز 10 متر، يبقى كل ثانيه انا بقطع 10 متر، يبقى انا كده سرعه منتظمه، يبقى معناها ان انا بقطع مسافات متساويه في اوقات متساويه. تمام؟ طيب هنا تعالوا نحسب السرعة في كل مرة. هنا السرعة هتكون 100 over 10، تكون 10 متر بير ايه؟ بير 1 second. طب هنا تكون كام؟ 200 over 10 يبقى equal to 20، صح؟ 20 over ايه؟ 20 متر بير second. هنا 300 over ال 40 او ال 40 هتكون equal 7.5 متر per second. هل السرعة منتظمة؟ هل السرعة لا متساوية؟ هل لا أنا نفس لا المترات اللي تقريبا بقطعها في الثانية الوقت الثانية الواحدة كان؟ لا، دي سرعة مش منتظمة. دي بتتسمى إيه؟ regular بقى ولا تكون irregular؟ irregular الريجلر. speed. irregular speed. أو ممكن نسمي الريجلر سبيد يونيفورم. عارفين يعني يونيفورم؟ يعني برضو منتظمة. يونيفورم سبيد. طب هنا هنسميها ايه؟ نون يونيفورم، مش منتظم، نون يونيفورم سبيد. يبقى ريجولار سبيد لما اجي احسبها احسبها ازاي؟ بمعنى انا عايزه اشوف العربيه الاولانيه اللي هي كار ايه، لو سالتك قلت لك مشيت بسرعه كام طول الرحله اللي هي قطعتها دي، هتقولي لي مشيت بسرعه كام؟ 10 متر في الثانيه، اللي هو 10 متر بير سكند. طب لو سألتك بقى الكار بي مشيت بسرعة كام طول الرحلة، هتقعد تنقي بقى تقول لي ده هي في الأول مشيت بسرعة 10 متر في الثانية، وبعدين مشيت بسرعة 20 متر في الثانية، وبعدين مشيت بسرعة 7.5 متر في الثانية. هنقعد نقول بقى كل القصة القصيرة الحزينة دي ولا القصة الطويلة الحزينة دي؟ عايزين كلمة واحدة نقولها. فقال لي لما يكون عندك الريجولار سبيد بتاخد الافريج. يعني ايه؟ يعني الافريج بتاعت السرعه كده اللي هي مشيت بيها.
طب هل الافريج سبيد دي هي السرعه اللي مشيت بيها الاكشوال سبيد، هي السرعه الحقيقيه اللي كانت ماشيه بيها، ولا ده متوسط زي ما بتاخد المتوسط كده في الماثماتكس؟ لما بيكون معاك ثلاث ارقام ويقول لك هات لي الافريج، بتعمل ايه؟ بتجمعهم على عددهم، صح؟ هنا بقى الريجولار سبيد دي بتسميها الافريج، الافريج سبيد. ايه القانون اللي انا بستخدمه عشان احسب بيه الافريج سبيد؟ اي الافريج سبيد بيبقى لتر في، اختصار لتر في عليه شرطه من فوق كده، ماشي؟ بكتب ايه بقى؟ بروح احسب التوتال ديستنس اللي الكار بي مشيتها، توتال ديستنسز على التوتال تايم اللي هي خدته. بمعنى مش دلوقتي دي ديستنس 1 المسافه الاولى، دي ديستنس 2، دي ديستنس 3، ده كده الوقت الاول تايم 1 تايم 2 تايم 3. يبقى الافريج سبيد احسبها ازاي؟ هتبقى ايكوال دي 1 بلس دي 2 بلس دي 3، ولو عندي دي 4 هنضيف، ولو عندي دي 5 مفيش مشكله، اوفر تي 1 بلس التي 2 بلس التي 3، وبرضه لو عندي اكتر من كده هضيفه مفيش مشكله. طب الميجرنج يونت بتاعت الافريج سبيد هتبقى مختلفه عن السبيد العاديه، ولا تبقى برضه متر بير سكند او كيلومتر بير اور؟ ها، متر بير متر سكند بير او سكند كيلومتر بير اور، يبقى هي هي. طب ايه القانون اللي هستخدمه عشان احسب بيه الريجولار سبيد العاديه؟ عادي، اللي هو اللي لسه واخدينه فوق، ال v equal d over t. يبقى انا كده لحد دلوقتي في الدرس الاول خدنا هاو ميني لوز، كام قانون؟ تو لوز. الريجولار سبيد بحسبها بال v equal d over t، والريجولار سبيد اللي احنا قلنا عليها ممكن تكون اسمها الافريج سبيد، لان انا باخد الافريج، الافريج بتاعت السرعه اللي مشيت بيها، وباخدها من التوتال ديستانس اوفر التوتال ايه؟ التوتال تايم. حد يقدر يحسب لي بقى الافريج سبيد بتاعت الاكزامبل اللي احنا قلناه فوق ده بتاع كار بي؟ احنا الاول مشينا كام متر؟ هاو ميني مترز؟ 100 100، بعد كده ماشي. 200 وبعدين 500 100، يبقى 100 بلس 200 بلس 300. طب والتايم الاول خدنا كام؟ هاو ميني سكندز؟ 10 10، 10 بعدين 10، 10 10 بعدين 40. 10 بعدين 10 يبقى بعدين 10 40 بلس 10 بلس 40 ايكوال، يبقى دي 600 اوفر ال 60. يبقى الافريج يبقى سبيد 10 مشي بكام؟ 100 يبقى 10 متر بير السكند. هل دي الاكشوال سبيد اللي مشي بيها طول الرحله، ولا دي الافريج اللي كان ماشي، اللي كان ماشي بيه؟ ده نوت ذا average اكشوال سبيد. speed لما average تجيب لك speed بالظبط، لما اجيب لك ثلاث ارقام واقول لك هات لي الافريج ما بينهم في الماثماتكس، الرقم بتاع الافريج ده ولا واحد من الثلاث ارقام، فاهمين؟ او ما يعتبرش ريبريزنت الثلاث ارقام، ما بيمثلش الثلاث ارقام مع ايه؟ كل واحد لوحده، تمام؟ ده كده تاني نوع من انواع السبيد اللي هو الافريج سبيد. تالت نوع مش هناخده النهارده عشان ما يبقاش الموضوع كتير عليكم، لان هي لسه اول سيشن، احنا لسه في الاجازه كمان، اللي هو الريلاتيف سبيد. يعني ايه ريلاتيف سبيد؟ طبعا لو حد فيكم عنده اخ ولد ومثلا واقف دلوقتي على الطريق وشاف عربيه تحفه بي ام دبليو مثلا او جي كلاس مرسيدس، بدا يقف كده وتنح، وبدا هو يحسب السبيد بتاعتها، وبدا يحسب السبيد بتاعت كل العربيات اللي ماشيه بقى. تقولي ازاي يعني بدا يحسب السبيد؟ عن طريق عينه. قال لك ده العربيه دي ماشيه بسرعه قوي، يا نهار ابيض العربيه، لا بس اتعملت حادثه، يبقى كده عين اخويا رشقت في العربيه والعربيه باظت، صح؟ يبقى انا الريلاتيف سبيد الاوبزرفل اللي هو انا ماسكه دلوقتي على الطريق، ببدا اقارن سرعه العربيات زي بالظبط بتاع المرور، الظابط بتاع المرور، الظابط بتاع المرور بيبقى واقف في الطريق، لو العربيات ماشيه مثلا، لو انت كسرتي اللي هو الكمين ومشيتي بسرعه عاليه جدا، جنب يقول لك اقفي حالتي على جنب، تعالي لي كده، انت ازاي تمشي بسرعه جنب الكمين يعني؟ هل هو شاف العداد بتاعك بتاع العربيه؟ لا. طب عرف ازاي؟ عن طريق عينه، هو ما قدر يميز بعينه ان العربيه دي ماشيه بسرعه. طب لو عربيتين ماشيين جنب بعض بالطريق، مش برضو بنقدر نميز بعينينا مين فيهم ماشي اسرع من التانيه؟ لما واحدة تسبق يبقى دي كده اللي مشيت بسرعة، والتانية دي كده ماشية بطيء. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها relative speed، ودي اللي هناخدها بإذن الله المرة الجاية. فدلوقتي بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحل شوية كده questions، تمام؟ طبعا هي الكتب لسه ما نزلتش، فاحنا بنحل من الكتب السنة اللي فاتت. اوكي؟ يلا يا منى.
ده concept of the body في movement حد، مين؟ معلش يا منى، في حد واقف قدامه اي حاجه ولا كله تمام؟ الريجولار لا سبيد تمام. بستخدم لها القانون دي اوفر تي، والافريج سبيد بستخدم لها القانون اللي هو بيقول لي ايه، توتال ديستانس اوفر توتال تايم. يلا يا منى. The concept of the body movement mean معنى ان الجسم ده بيتحرك ان هو بيعمل ايه؟ it sends push اللي هي number B صح، لا ثانية لتر بي، برافو، B صح. B The change in its معنى ان انا بتحرك، ان انا عمال اغير البوزيشن اوف ماي هيد according او with the time. اصل اكيد يعني مش هحرك دماغي واغيرها من مكان لمكان والوقت واقف ثابت، عشان كده ربطنا الحركه بالوقت بالايه؟ بتغيير البوزيشن. اوكي برافو عليك. يلا يا روان، اسمك روان صح؟ ماشي حبيبي، يا نمبر 2. قلت ممكن تقولي question عشان السكرين مش ظاهر. مش ظاهرة عندكم كلكم ولا انتي بس؟ طب هقولك ال question. The two factors which can be used to describe the motion. ايه هما الحاجتين اللي انا بستخدمهم عشان اوصف بيها الموشن بتاعتك؟ ال speed وال time، ولا ال distance وال time، ولا ال area وال time، ولا displacement and speed؟ speed والtime. كده مش الديستنس والتايم نقدر نجيب منهم السبيد؟ ايوه distance والtime نقدر نجيب منهم السبيد. يبقى التو فاكتورز كان بي يوز تو ديسكرايب ذا موشن الديستنس اند ايه؟ اند تايم. برافو عليك. لو اللينك خرب طب ندخل ماشي، تاني على نفس مع اللينك. السبيد والtime. مع السبيد هي distance over time، فليه ما يكونش السبيد والtime؟ علشان انت في البدايه لما بتيجي تحسبي اي حاجه بتشوفي انت قطعتي مسافه قد ايه وخدتي وقت قد ايه، وبعدين تبداي تحسبي سرعتك مش العكس، فاهمه؟ يعني تمام. ماما حسبت سرعتك على حسب ايه؟ على اساس ايه؟ المسافه اللي انت هتمشيها والوقت اللي انت خدتيه، صح؟ حسبت سرعتك، فاهمه؟ عشان كده التو فاكتورز اللي بستخدمهم عشان اوصف الموشن الديستنس والتايم. يلا يا زينة نمبر 3. The distance covered by a moving body through a unit time is called the of the body.